حد برأس الحركة. صوت ما تقدر تسمع. استحيل ذكاء. المركز هذا يسمى يتابع لمصلحة إشارة. الفرع ما إحنا عندنا المديرية العامة وعن الفرع المديرية العامة إلى المديرية. ولكن يعني شركاتي من نقول ما نقول شوي نقص شوي يعني مثلا. سطرت مصالحنا بمفتش تقسيم الجمارك بورقلة اليوم زيارة ميدانية موجهة لفائدة الأسرة الإعلامية المحلية بورقلة والمتواجدة ضمن إقليم الاختصاص بمصالحنا من أجل تعريفهم على المصالح الجمركية وعلى مختلف الأنشطة الجمركية، حيث يعتبر اليوم بمثابة أبواب مفتوحة للصحافة المحلية على مصالحنا. وبهذه المناسبة تم تكريم الأسرة الإعلامية العاملة بهذا الاختصاص في اختصاص مفتش قسم الجمارك الورقلة على مستوى الولاية.